هيدا الحاكم مطلوب للعداله. مش نقدر نمشي على الطريق، صارت التانك ب 600 و 700 ألف. أظهرت هيدي الانتخابات إنه النظام مأزوم. أقله أنه آليات اشتغال النظام من 2005 لهلأ اللي هي كانت كلها تعطيلية، أكانت من خلال حكومات وفاق وطني أو من خلال الفراغ، هيدي مش قادر بقى النظام يتطف عليها. والخوف الكبير أنه نفوت بمرحلة فراغ، يعني أنا ما بعرف هذا المجلس كم مرة رح يجتمع، فراغ كتير كبير أو تسويات كتير كبيرة، بالحالتين هي رح تكون عم بتسبب بضرر كتير كبير على المجتمع. أهم شيء صار بهيدي الانتخابات هو إنه في كتلة مواطنين صوتوا ضد الأحزاب التقليدية، وهذا بانتصار بحد ذاته. يعني عندنا تقريباً 320 ألف كتلة ناس صوتت ضد هيدا الشيء. هلأ صوتت طبعاً لنواب عم نسميهم حالياً تغييريين، بس ما على الأكيد أو مش واضح لحد يتهلأ شو المقصود بالتغيير، هل هني كتلة واحدة أو لا؟ بعد لهلأ مش معروف. الإعلام صنفهم أنه هني يمكن في أمل يكونوا كتلة واحدة، ولكن هل هن بيشوفوا حالهم بنفس الخندق السياسي والاقتصاد؟ هذا الشيء مش اكيد. يعني الناس اللي صوتوا بمحل امنوا انه هذه الانتخابات لتجديد، تجديد اكان لتجديد الاحزاب التقليديه وامنوا فيها، او لشيء اسمه تغيير، بس بفتكر صوتوا لاعاده الاعتبار للمؤسسات. الحلو بهذه الانتخابات انه رجع المجلس النيابي محط نقاش بالبلد، أكان من الساحة منفتح الساحة ولا لا، أكان أنه مننتخب الرئيس نبيه بري ولا لا، يعني رجع المجلس لا حتى يكون بصلب النقاش العام، وهيدا انتصار كتير حلو. بس هيدا ما بيمنع أنه النظام مأزوم، وهيدي الشيء كتير بدنا نراقبها. هلأ هن بيمثلوا شريحة، وهيدا النظام النسبة لأهميته أنه بتوصل الكل، من الأحزاب التقليدية ومن شيء عم نسميه 17 أو ثورة أو تغيير أو إلى ما هنالك. هني بيمثلوا اعتراض، هني بيمثلوا يمكن بمحل معين تصويت يعني ضد، بس هل هني تصويت مع برنامج اقتصادي وسياسي؟ هيدا مش واضح. يعني بعدنا لهلأ، وخلينا نحكيها بكل صراحة، عم نعد هيدا ونسأل هيدا شو رأيه، هيدا شو موقفه من هيدا الشيء. هيدا إذا بدل على شيء أساسي كتير، انه هولي خلال حملتهم الانتخابية ما كان عندهم أجوبة، يعني وكأنه هلأ عم نجرب نستخرج منهم أجوبة على أسئلة أساسية ما كانوا هن مجاوبين قبل. حلو بالموضوع تبع الخسائر نحلل السرديات، يعني كيف جمعية المصارف بتحكي، وكيف بعض النواب اللي بيحكوا، وكيف النظام بيحكي، كله بده يحمي أموال المودعين. شو يعني مودي؟ ما حدا عم بيقلنا. شو يعني أموال المودعين؟ كمان ما حدا بيقلنا. هل بترجع بالدولار؟ هل بترجع باللبناني وعلى أي سعر صرف؟ هيدا في غموض كتير كبير، وبالتالي مجرد ما نقول انه بدنا نعيد اموال المودعين هيدا خطاب مفرغ من معنى. جمعية المصارف بحد ذاتها قايمة بحملة طويلة عريضة تحت شعار حماية اموال المودعين. بنفس الشيء بالنسبة لأملاك الدولة وأصول الدولة، أنا فيني أقول أنه ما بدي أعمل صندوق سيادة، بس فيني بالمقابل أقول بدي الخصخصة أو بدي شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. يعني كلها سرديات ما إلا خطوات عملية عم تترجم بأرقام، عم تترجم برؤية لبعد 5 سنين. أحد أسوأ نتائج هيدي الانتخابات بغض النظر عن نتائج الاقتراع
هي غياب نقاش عام بالبلد. نقاشات العامة كانت على مستويين، الناس بين بعضها بالقرى وبالضياع وبالمدن اللي هن أصلاً بغموض، يعني خسروا أموالهم، منهم بقى قادرين يدافعوا عن الزعيم، بس كمان منهم قادرين يقولوا علناً أنه أنا ضده. فغاب النقاش العام بالمقاهي بالمحلات، غاب النقاش العام. بالمقابل الإعلام يعني إذا بدنا نقول التقليدي والمهيمن غيب تماماً النقاش العام. يعني كان عم بيصير في أسئلة لأجوبة مرتجات، مش أسئلة لنعرف عن جد أجوبة حقيقية عليها. تغيب النقاش العام، نحط حدود ونحط سقف كتير كبير للخطاب ما يطلع فوق سقف معين. للأسف أغلبية الأشخاص اللي كانوا مداومين على هيدي البرامج التزموا بهيدا السقف، وهيدا دليل على ليش هلأ ما عندهم أجوبة. يعني طبعاً في رغبة كتير كبيرة بالتغيير، بس السؤال الأكبر، هل في مسؤولية بالتغيير؟ هل في جهد نحط أو هلأ لازم ينحط لحتى يعدوا يفكروا قبل ما يطلعوا على الإعلام أنا شو بدي أقول للناس؟ هيدا بده جهل؟ إذا ما صار هيدا بيعكس كسل الفكرة أو بيعكس هيمنة النظام على الخطاب من خلال تجهيل الفاعل، من خلال تمييع القضايا.